الهدف منا ان احنا نشارك ايا كان المشاركه وايا كان حجمها في صندوق تحيا مصر. عايزين نقول مصر لكل المصريين، يعني ده الهدف منا. فالاتحاد المصري للجمهور التقليدي حب يعمل هذه اللمسه عشان يبقى ليه حضور. احنا طبعا كاتحاد رياضي ملناش علاقه بالسياسه، ملناش خط سياسه، فاحنا عاوزين نقول كرياضيين يبقى احنا برضو ولاد مصر، وعاوزين برضو نقول للناس ان مصر بتاعت الجميع. هل الاتحاد هيشارك في صندوق دعم تحيا مصر؟ هو الهدف كده، احنا هنفتح يعني فتحنا مفتوحه لهذه الجزئيه. معانا الاستاذ شريف عقل وداعيين شخصيات عامه اللي هي بيها تشارك في هذه الجزئيه، ومصر محتاجه كل ولادها. الرياضه للرياضيين، كل الاتحادات الرياضيه وكل الرياضه لها خط مختلف عن السياسه، لان السياسه ديت ليها قواعد ونظم اخرى وعلاقات اخرى. احنا بنشتغل في الخط بتاعنا، الخط الرياضي يعني واضحه. يعني نادي ده مصر للجميع، يعني ما لهاش علاقه بمصر.